حدثنا محمد بن مقاتل ابو الحسن اخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن حفصه بنت سيرين عن ام عطيه قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشه رضي الله عنها فقال عندكم شيء قالت لا الا شيء بعثت به ام عطيه من الشاه التي بعثت اليها من الصدقه قال انها قد بلغت محلها